شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله. كم تدرس يا محمود؟ تدرس ولا لسه؟ لوضة. لوضة ها؟ طيب محمود ركز من أخوك في العجلة وش القناة اللي سامي يا قلبي. أنا أستاذ عبد الوهاب. هلا يا محمود شلونك؟ الحمد لله. أحبك أنا. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله أجي المكة وأوديك البقالة. أنا أحبك. إن شاء الله أجي المكة ونروح البقالة جميع إن شاء الله. حياك الله. يا حبيبي. أنا أحبك. وأنا بعد أحبك يا محمود. يا زينك يا محمود. لمني. وش يقول؟ وين رحت يا منيع؟ تعال. والله هذه بعد الكلام هذا انا اشوف اني ما عاد ادخل الاستديو مره. لا لا قل قل هو خلاص يعني بالله بعد هذا كله مثلا بيجي بجابه صحيحه عشان يفوزني مثلا. اي عقل سيقبل الكلام هذا؟ اقنعوني يا اخواني. يا انا محمود. ما بسالك اي حاجه. مبروك دخلت معنا. مبروك دخلت معنا السحب يا محمود. والنقطه تروح للرسي على طول. احبك يا رسي مدري ايش لك طلع لي انا. شكرا. اوكي ما يخالف. طيب ابو عبد الله شكرا لك ولجمالك وتميزك معنا. يا زينو ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظه ويخليه له. هلا يا ربي. اذا للمره الثالثه والرابعه والخامسه انا اعلن فوزي في هذه المسابقه.